وباء جديد قاتل وخطير ينتشر عالميا خلال المرحلة المقبلة ويثير حالة من الرعب والهلع بين بعض الشعوب. وباء قاتل وخطير؟ نعم. يعني مثل الأتشوان أنوان أخطر. والهلع بين بعض الشعوب وخاصة جنون البقر أخطر؟ لا أخطر أخطر. ليلى عبد اللطيف مساء الخير. مساء النور استاذ توني، مساء الخير الى كل ضيوفك. كنا حابين نتواصل معك بشيء توقع حلو، يعني مش بهذا التوقع، ولكن انت من الناس اللي توقعوا ليله راس السنه انه في فيروس رح ينتشر بالعالم ويكون خطير جدا، وقبل بفتره زمنيه صغيره حددتي انه مكان هذا الفيروس سيكون او انطلاقه هذا الفيروس سيكون من الصين. شو بدي اقول لك؟ يعني للاسف انا دائما بقول التوقع السلبي ما يصير، ولكن سبحان الله انه صار. طيب شو بتتوقعي لهذا الفيروس؟ هل راح يكون فيروس قاتل بالعالم؟ يعني امبارح كنا عم نشوف تقرير عم بيقولوا انه يعني هيدا علم الارقام كنت حابب فوت فيها انا، انه بلشوا من سنه 1720 1820 1920 ل 2020، انه كل سنه كل 100 سنه عم يجي فيروس عم بيضرب العالم. يعني بلشوا بالطاعون، بالكوليرا، بال الايبولا من شوي كمان حكينا عنه، من هودي الواحد. والسنه الاخطر اذا كان الرقم 20 هو رقم خطير للاوبئه، 2020 هي فيها 20 يعني 20 20. فشو بتتوقعي لهالموضوع؟ انا شايفه استثني كمان انه باوروبا رح يكون في حاله من الهلع بقلب اوروبا، امريكا نفس الشيء، رح ينتشر التعب بكثير دول، وبافريقيا للاسف بدهم وقت لحتى. هل سيصل الى لبنان توقعاتك؟ انا بشوف نعم، ولكن هون بيكونوا بالوزاره الصحه بتكون بالمرصاد لهالشيء. سيكتشف علاج له سريعا؟ سيكتشف علاج له بالمدى، مش هلا بالمدى المنظور، ولكن انه شايفه بيكتشف له علاج. وراح نقبض مصرياتنا من المصارف؟ المصارف انا بشوف انه يعني حقوق الناس ما راح تروح، لكن للاسف بنشوف انه يعني استاذ رياض سلامه بيكون بيكشف المستور وفي تفاصيل بيحكيها وبنشوفها بتهز بعض الشخصيات النافذه يعني علي وعلى اعدائي. كانه الدولار رح يطير ولا رح يبقى ثابت؟ يعني سعر الليره؟ لا من هون لشهر 3 او اخر فبراير، يعني اخر شهر 2 او 3 بنشوف الدولار يعني بيوصل من فوق 3000. لفوق 3000 بالسعر الرسمي؟ أنا ولا انا كسعر رسمي ولا برا كصيارفه؟ والله يا توني انا شايفه انه هلا بيتخطى 3000، كيف وليه ما بعرف. ومصرياتك بالمصارف اللبنانيه ولا برا؟ لا الحمد لله لا. برأيك انطفت الثورة أو كفاية وخايفة من العدو الإسرائيلي يعملنا شيء هلأ بالوقت الحالي؟ الحكومة بوقت سابق قلت الحكومة ما رح تقلع. نعم على نفس السنة قلت حتى لو تألفت أنا ما شايفتها لقدام بتكفي. هل رح يصير اغتيالات بلبنان؟ كمان خايفة منها لبعدين. خايفة منها. ليلى عبد اللطيف ألف شكر.